ربي أحبك أحبك عيني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك عيني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم ويوم جديد. وأحبك ربي أحبك ربي بعمل أحب الأعمال إليك، أحبك ربي بالبحث عن ما يرضيك، أحبك ربي بالبحث عن لحظة رضا منك ومباهاة أمام الملائكة. انظروا إلى عبدي يبحث عن ما يرضيني واجعلني أحبه وأفرح وأضحك له. ودي فكرة أحبك ربي اللي احنا حاطين إيدينا في إيدين بعض وماشيين مع بعض يوم ورا يوم بحثاً عن أحب الأعمال إلى الله، زي ما الصحابة كانوا بيعملوا: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله لنعمله حتى نموت، هنعيش عليه في دمنا عشان نفرح ونرتقي لمنزلة المحبة معك يا رب العالمين. عمل اليوم هو من العبادات القلبية اللي لا يستغني عنه إنسان، وأي إنسان قلبه يخلو من هذه العبادة وهذا العمل إنسان مفسد في الأرض. ودي الحقيقة، لأن تركيبة الإنسان عشان يكون صالح ومصلح لازم تكون العبادة دي فيه، وهو ربنا اللي خلقنا وهو اللي عارف إيه اللي يصلحنا وإيه اللي يفسدنا. وقت ما اختفت هذه العبادة انتشر الظلم والافتراء وانتشرت الجريمة وقسوة القلوب. احنا النهاردة جايين نتعلم عبادة قلبية تظهر في كل تعاملاتنا ومعاملاتنا مع ربنا ومع الخلق. عبادة النهاردة هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، إن أنا أكون إنسان بيخاف من ربنا. وقبل ما أقول لكم أنا هقول لكم إيه النهاردة وربنا قد إيه بيحب الخوف من الله، عايز أتمشى معاكم شوية. تيجي نتمشى ونخش نادي من النوادي أو شارع من الشوارع، شوف شباب قاعدين مع بعض أو بنات أيا كان، كم شتيمة في القعدة، كم تريقة في القعدة، كم سخرية في القعدة، كم نميمة وغيبة في القعدة. والواحد يفتكر لما يسمع الكلام ده يقول ده اللسان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فين الخوف من ربنا في كلامي؟ تمشى معايا شوية كده وروح في جامعة من الجامعات وشوف سباق الشياكة بين البنات وبعضهم، وأتصور أن الشياكة في اللبس الأخف واللبس اللي مبين أكتر من الجسم والأضيق، وأقول سبحان الله، ده احنا يا جماعة أجسادنا دي ملك ربنا عز وجل، هو احنا ما بنخافش من ربنا ولا ايه؟ وشوف شاب كل همه انه يبص البنت عشان يعلق قلبها بيه ويصرفها عن الله وعن دورها كإنسانة في الدنيا ويفرح بكده. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فين الخوف من الله؟ خش معايا سوق من الأسواق واسمع، اسمع البعض مش الكل، اسمع الغش والنميمة والخداع، اسمع محاولة ان الزبون يضحك عليه عشان اكسب 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100 جنيه، عارف انها ملك ربنا بس هاخدها وربنا غضبان برضو. ويبقى الواحد خايف يتعامل مع اي تاجر لازم اكون اعرفه عشان اطمن انه مش هيضحك عليا. لن تقوم الساعة حتى يقال في بني فلان رجل امين، والساعة قربت فعلا. واحد يسأل ربنا أين الخوف من الله في الأسواق والمتاجر؟ وكمل المشي معايا وخش بيت وشوف ابن بيبص لأمه بمنتهى العنف وصوته عالي، أو بنت بتبص لأبوها ولا أمها بمنتهى الغلظة، وافتكر أن 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. أول واحد العاقل والديه، وقول فين الخوف؟ طب يا رب ما تبعت لنا رسائل تقربنا منك وتعرفنا عليك عشان لما نعرفك نخاف منك. ربنا انا ببعت لكم رسائل كل يوم، بس اللي بيحس برسائلي هو اصلا اللي بيخاف مني. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب سيذكر من يخشى. فاللي مفيش جوه قلبه خشيه وخوف من ربنا مش هياخد باله.
واحد يسألني إيش معنى الخوف من ربنا؟ هو ربنا أصلاً بيحبنا نخاف منه ليه؟ ما تخلي العلاقة قائمة على الحب بس والرغبة بس. أهل العلم بيقولوا ربنا بيحبك تخاف علشان تنجو، عشان خاطرك أنت. أنت لو ما خفتش هتطغى، أنا لو ما خفتش هبقى مفتري وهظلم. وخليني أضرب لك مثال بالقوانين. شوف أيام الثورة، أيام الانفلات الأمني، 55,000 حالة تعدي على الأراضي في مصر. يعني واحد يبني في غير ملكه لأن ما فيش بوليس، حدش يقوله غلط. مش هقولك الخوف من ربنا، ده الخوف من البشر لما ما خافش من القوانين الرادعة أفسد وأطغى في الأرض. يبقى واحد المفروض أنه متدين خارج من الجامع يمشي غلط بالعربية، لأن العسكري ده تراب، إحنا مخلوقين من تراب. العسكري مش واقف فيمشي غلط بالعربية، وياما شفنا ناس المفروض متدينين ماشيين غلط بالعربية. فين الخوف من العسكري؟ مش هقولك الخوف من الله سبحانه وتعالى. تركيبتنا كده، لو ما خفناش هنطغى. اللي ما بيخافش من ربنا بيذل مراته، ولما بتخافش من ربنا بتقسو على جوزها. الخوف من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيحب عبادة الخوف عشانك انت، عشان تنجو. هو كده، مش مسألة ذله خلاص. أحبك ربي النهاردة بزرع الخوف في قلبي. وأنا قبل ما أكمل هو ربنا يحبنا نخاف إزاي، عشان نخاف ونعرف نخاف من إيه وإزاي، هقول لك حاجة كانت في قلبي زمان وانضبطت عندي. أنا كنت أحب أعبد ربنا بالرجاء. أنا بصراحة مش بابي الخوف بصراحة، ما تقعدش تخوفني من ربنا، عايزني أحب ربنا وأبقى قريب من ربنا، كلمني عن الجنة وعن رحمة ربنا. ده مبدئي، أو كان مبدئي. وأقول لك لا يا جماعة، الاتزان ما بين الرجاء والخوف، الاتزان ما بين التبشير والإنذار، رسلا مبشرين برحمة ربنا وجنته وعفوه ورحمته، ومنذرين من عذاب ربنا وبطشه وانتقامه. واسمع القرآن اللي بيقول لك اتزن، إن بطش ربك لشديد. شايف الكون ده؟ شايف الجبال دي؟ شايف العظمة دي؟ شايف البحر ده؟ ربنا كبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. اسمع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اتزن، اعبد ربنا رجاء في رحمته، هيفتح لك أبواب جميلة من القرب من ربنا. واعبد ربنا خوفا من عظمته وقوته وعذابه، هيفتح لك باب الانكسار وتعرف مقامك. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فالرحمن بيعذب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الخوف، الاتزان. جايين النهاردة عشان نتعلم مع بعض. أحبك ربي بشدة الخوف منك يا رب العالمين. أحبك ربي بملء قلبي بالخوف منك. زي ما هتمنى رضاك هخاف، زي ما أنا عارف أن أنت غفور رحيم عارف أن عذابك شديد. وأنت اللي علمتنا أن تركيبة بشريتنا بتقول لو ما خفتش هتفتري، لو ما خفتش هتظلم، لو ما خفتش تاكل الحقوق، هرجوك وخاف منك يا رب العالمين. طيب يا رب، نفسي أقول لك وتبص في قلبي تلاقيني خايف منك. أخاف من إيه وأخاف إزاي؟ العلماء بيقولوا إن أول حاجة تخاف منها عشان تبقى فعلا بتخاف من ربنا، تخاف من عواقب الذنوب والمعاصي. المعاصي يا جماعة ليها عاقبتين، أولا العذاب، ثانيا السقوط من عين الله. مفيش مؤمن على وجه الأرض يا جماعة يبقى ما تفرقش معاه العذاب وما يحبش يسمع عنه، غلط. ربنا عز وجل اتكلم عن العذاب مش للناس تانية، لينا احنا، عشان هو حبيبنا ان احنا ما نتعذبش. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهو بيحبنا نخاف من العذاب إحنا. النار اتخلقت عشاننا إحنا، وإن شاء الله ما نخشهاش إحنا، أقصد البشر، وإن شاء الله ما نخشهاش إحنا. عذاب القبر للبشر وإن شاء الله ما ندقش منه لحظة. ضنك العيشة وده عذاب في الدنيا، ده عشان البشر وإن شاء الله نخاف منه، فما نعملش الذنوب اللي تخلينا نعيش في ضنك. انت عارف ايه اللي بيستجلب العذاب وايه اللي يخليك تعرف ان انت مش خايف من العذاب؟ الاصرار، العند، ان الانسان يبقى عارف ان صلاة الفجر فريضة وبيعند، الحجاب فريضة وبتعند، الكذب حرام من الكبائر وبيكذب كل ما يتزنق، الغيبة حرام وبيغتاب، بر الوالدين فريضة بعد التوحيد ومصر،
انه يعيش بالسنين وامه مش راضي عنه ودمعتها على خدها؟ العند مستنين ايه يا جماعه؟ ما نقول له احبك ربي من دلوقتي بان انا ما عندش. اعند ليه؟ مستني لغايه ما تخرج عنق من النار لها عينان تبصران واذان تسمعان وفم يتكلم تقول انا وكلت بثلاث بكل جبار عنيد، تخرج تقوم واخداهم نار الله الموقدة. شوف النبي يقول لك تدخل من أفواههم حتى تصل لقلوبهم التي تطلع على الأفئدة. إحنا اللي المفروض نخاف من العذاب، إحنا يا جماعة. ومحدش يقول ما تكلمناش عن العذاب، اسمع عن العذاب عشان يحصل لك اتزان، واسمع عن رضا ربنا والجنة كتير برضو. ويل لكل أفاك أثيم، مفتري كثير الذنوب. ليه يا رب قلت عليه كده؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ما يحبش كده. حبك لما تسمع آية بتفكرك بطاعة تقول له حقك علي، أنا خايف أن أنت ما ترضاش فتعذبني. يحبك كده. العند دليل أن أنا ما بخافش من العذاب. ربنا يا جماعة يحبك تخاف من السقوط من عين الله. طب وإيه اللي بيسقط بيخلي إنسان يسقط من عين الله؟ اتنين، الاستهوان بالذنب، ان اعتبر ان انا بعمل حاجه صغيره مع انها في حق الكبير سبحانه وتعالى. والحاجه الثانيه المجاهره بالذنب. ربنا ما يحبش ابدا واحد ربنا يستره بالليل كما قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى، كل الامه كلها ربنا يغفر لها ان شاء الله الا المجاهرون. ليه يا رسول الله؟ قال يبيت يعصي الله فيستره. هو حنين بيسترك فيصبح فيهتك ستر الله عليه. ما احكيلكوش الفيلم كان عامل ازاي واقول على فيلم فيه مناظر مش كويسه، ما احكيلكوش السهره كانت عامله ازاي، ما احكيلكوش المصيف اللي ممكن يكون في بعض المصايف فيه معاصي، الحقوا روحوا انبسطوا واعصوا. فيصبح فيهتك ستر الله عليه. انت عارف ربنا يحبك تخاف من عواقب المعاصي ليه؟ هيبه لله اللي حذر منها. بقى ربنا يحذر وفي الآخر أنا ما تفرقش معايا، ويحذركم الله نفسه وما تفرقش معايا. نفس ربنا سبحانه وتعالى قال لك ويحذركم الله نفسه والله رؤوف، رؤوف بالعباد، بيحذر عشان بيحبك. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، الرحمن بيعذب. خاف من عواقب المعاصي وقل له أحبك ربي برهبتك، رهبتك إنك تعذبني، أنا أرجو رحمتك لكني بخاف من عذابك، رهبتك إن أنا أسقط من عينك فما كنش يوم القيامة لي وزن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أحبك ربي بعدم العند لأن العند عدم خوف من عذابك. أحبك ربي بعدم استصغار الذنب وعدم المجاهرة بالمعصية حتى لا أسقط من عينك. أحبك ربي بالخوف منك. خفت منه ولا لسه؟ عملت له حساب ولا لسه؟ لسه بتعند معاه؟ وانا بتكلم ذنب معين جه في بالك او طاعه معينه جت في بالك مأخراها، لسه بنعند يا جماعه؟ بنعند معاه ليه واحنا لينا غيره؟ قريب حبيب مجيب. ربنا يحبك تخاف من عواقب المعاصي، العذاب والسقوط من عينيه. وده اللي هيفرق بين واحد لواحد. كلنا بنحب الجنه وكلنا بنحب الرحمه، لكن لازم نتزن بالخوف من الله. ناقص حاجتين. رقم اتنين، ربنا يحبك تخاف من الموت. انا يا جماعه مش كتير بطلع اتكلم معاكم وخوفكم، لكن ده مش صح. الصح ان احنا نحقق الاتزان. الصح ان انا ابقى عارف ان في لحظه هسيب فيها الدنيا، اللحظه دي مش جايز تعدي عليك وجايز ما تعديش، ده يقينا كلنا هنموت. فساد الحياة وفساد الآخرة في إن واحد يشيل الموت من دايرة اهتمامه وتذكره. فساد في الأرض وطغيان وظلم وأكل لحقوق الناس. لما واحد ينام وعليه ديون بيتدلع إنه ما يسددهاش لأنه مش واخد باله إنه هيموت. واحد ينام من غير ما يعتذر لإنسان كسر قلبه لأنه متأكد أنه مش هيموت وهيصحى زي كل يوم. نازل من بيتي رايح أعصي متأكد أني راجع زي كل يوم والموت مش في دائرة اهتمامي. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول خلوا الموت في دائرة اهتمامكم، بالذات لما تشوفوا ميت. يقول في كل يوم نشوف قد إيه الصحابة عارفين أن ربنا يحبنا نخاف من الموت.
على فكرة مش خوف ذل وخوف نكد. ربنا يحبك تخاف من الموت خوف الاستعداد. هو حبك لما تقابله تبقى مستعدة، فاللقاء يبقى لقاء حلو، يبقى لقاء بين حبيبه وحبيبه. مش عايزك تخاف عشان تعيش كئيب. ربنا خبى لحظة الموت ما قالكش عليها عشان دايما تبقى مستعد، عشان دايما تقوم تصلي لو الأذان أذن، لحسن أقابل ربنا من غير ما صلي. سيدنا عمر يقول في كل يوم نقول مات فلان، نبص على الشوارع ونبص على البيوت، واحد مات. في كل يوم نقول مات فلان، وغدا يقولون مات عمر، عمر بن الخطاب وهو بيتكلم. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا وهيموتنا عشان عايز يقابلنا. فلما واحد يروح عند ربنا وقت ما يجي ملك الموت اللي اتخلق عشان احنا مش عشان حد تاني، لازم تبقى عارفه وفي دايرة اهتمامك. يجي يقبض روح واحد مننا، فواحد يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طب ما تخاف دلوقتي. واحد من الصالحين زمان لعلمه ان ربنا بيحبنا نخاف من الموت ونعمل حساب الموت، كان حافر لنفسه قبر جوه البيت، حاطط القبر، وكل ما ينسى شوية ربنا ويتجرأ على الدنيا ينزل في القبر ده ويقفل على نفسه ويقول لنفسه ايه ده الدنيا ظلمت، لا يا رب رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويزق الباب القبر ده ويطلع. فيقول لنفسه ها انت في الامنية، مش انت قلت رب ارجعون، اديكي ربنا حقق لك الامنية، فاعمل صالحا فيما بقي لك واستعد للقاء الله. بنت بتحكي بتقول انا كنت دايما ذكر الموت في ذهني، وده كان بيشجعني ان انا اكون دايما مستعد اصلي اول ما اسمع الاذان، اتاسف اول ما اغلط، ارجع الحقوق على طول. بتقول في يوم من الايام بتفرج على التلفزيون والعشاء اذنت، وجه في بالي ان انا اصلي العشاء، بس قلت بعد ما اخلص الموضوع اللي بتفرج عليه ده. نمت وانا قاعده، والظاهر من كتر ما بفكر نفسي قومي صلي، لا استنى شويه لما البرنامج يخلص قومي صلي، حلمت ان انا مت في الحلم، وافتكرت ان انا مت من غير ما اصلي العشاء. شوف من كتر خوفها من ربنا وعمل حسابها غلطت، بس الخوف خلاها تحلم انها ماتت من غير ما تصلي. بتقول صحيت جسمي سخن وبترعش، وافتكرت ان انا ما صليتش، افتكرت في الحلم اني ما صليتش، قمت صليت على طول وحمدت ربنا وانا ساجده ان خوفي منه وخوفه اللي مالي قلبي خلاني اجري واصلي العشاء. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نستعد، فبيقول لك خاف من الموت عشان لما تموت تسمع يا أيتها النفس الطيبة مش يا أيتها النفس الخبيثة. خب عليك اللحظة عشان تستعد. ربنا يحبك تخاف من الموت. لما تسمع عن الموت ممكن تكتئب، بس اعرف ان ربنا بيسمعك عشان حابب يقابلك لقاء الأحبة. اسمحوا لي أختم مع حضراتكم أحبك ربي عبادة الخوف. هنخاف يا رب من عذابك ومن السقوط من عينك بسبب المعاصي، هنخاف يا رب من الموت وانت اللي حابب كده. اخر حاجة ربنا يحبك تخاف منها، مش تخاف منها، اخر حاجة ربنا يحب الخوف في قلبك يبقى بالشكل ده، ان الخوف اللي في قلبك يخليك تفر الى الله مش تفر من الله. كلام في منتهى الحنية، ربنا ما يحبكش ابدا تخاف فتطلع تجري منه، ربنا يحبك تخاف فتطلع تجري ليه. وكل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، تخاف منه فتفر إليه. لأن الشيطان هنا بيبقى قوي، لما تخاف من ربنا يقنطك من رحمة ربنا، فربنا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لو خفت من ربنا فهربت منه وحصل لك حالة من اليأس والقنوط من رحمته، لا حرام. خلي الخوف يوقفك بين إيديه يقول له أنا آسف، خلي الخوف يخليك تتصدق، خلي الخوف يخليك تخرج أهلك وتتفسحوا عشان تاخد حسنات وترضي ربنا في أهلك خوفا منه فتستمتع بسبب الخوف. مش تخليك كئيب وعايش مش قادر تخرج من بيتك. خلي الخوف يخليك تحل لقمة عيشك فتتقن في شغلك. ربنا يحبك تخاف منه فتفر إليه، لأن ربنا عز وجل عايزك يبقى عندك حسن ظن إنك لما تخاف من ربنا سبحانه وتعالى تقول له وعجلت إليك ربي لترضى، مش فررت منك. الفرار من الذنب إلى الله، إلى باب العبودية. خاف من عواقب المعاصي، خاف من الموت، ففر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. النبي ينذر عشان تفر إليه مش تفر منه. لحظات اليأس ربنا ما يحبهاش. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اسمح لي
أختم معاك بقصة ودعاء. القصة حكاها النبي والدعاء دعا النبي. القصة قصة واحد كان نباش للقبور. إيه شغلته؟ لما الميت يدفن يقوم مطلعه وشايل الكفن سرقه ويرمي الجثة قسوة في القلب. لما جه يموت قال لولاده احرقوني، ثم لو بقيت جثة متفحمة اعملوني كده اسحقوني رمادا ثم ألقوني في البحر وعلى رؤوس الجبال. ليه يا أبينا نعمل كده؟ لأن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فلما مات حرقوه ثم سحقوه ثم رموه في البحر وعلى الجبال في الهوى، فقال الله له كن فكان. قال عبدي ما حملك على أن فعلت هذا؟ قال يا ربي مخافتك. قال قد غفرت لك، قد غفرت لك عشان بتخاف مني. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يا رب ادينا حجم من الخوف يخلينا نيجي نعصي. لا، ربنا رب السماوات، رب الجبال، رب الأراضين، رب البحار، الله. لا مش هعصي، ولو عصيت لأني ضعيف هتوب وارجع له، بخاف منك. خوف يخليني أفر إليك ودع الذنب، مش خوف يخليني أقنط منك. أحبك ربي، أحبك ربي بالخوف منك، أحبك ربي بالفرار إليك، أحبك ربي يا رب العالمين. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي. أحبك يا ربي، أحبك، أحبك يا ربي، أحبك.